هنشوف ان شاء الله دلوقتي ازاي نكتب نص على المعماري كاسم شركة او اسم محل او اسم اي حاجة. هخش في ارتكشر موديل تكست واكتب التكست اللي انا عايزه. اوكي، واحط تكست عادي في اي مكان. تمام، بعد كده بختاره ولا عندي حاجة اسمها بيك نيو هوست. تمام، بحدد المكان اللي هيبقى موجود فيه زي ما حضراتكم شايفين، اختاره مثلا هنا. تمام كده خلاص حطه، بس انا محتاج ان انا اغير الزاوية بتاعته. بقول له روتيت واخلي الزاوية بتاعته تستدار 180 درجة. اصبح هو في تكست موجود، اختار شادينج عشان يظهر اكتر. اصبح تكست موجود كأنه عنوان بارز للشركة، اقدر اتحكم فيه زي ما انا عايز.